السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ شيء لطيف جدا اللي هو توليد الـ QR كود. أوقات نحتاج هذا الشيء، يعني بالمؤتمرات أو يعني خصوصا مسألة الكوفيد مثلا، فكل طالب يصير عنده QR كود، تقرأ الـ QR كود يطلع المعلومات مالته، وممكن نعمل مشاريع جميلة مع الـ QR كود. أنجولر يسمح بهذا الشيء. فإذا جينا للتيرمينال، طبعا هنا تكتب NG New، تكتب اسم المشروع اللي تريده. راوتينج انا قلت له نو، كيفك تقدر تعمل له يس، ما راح نستخدمه. CSS وولد لي المشروع، فخليني اعمل هنا ls واكتب cd extra، تمام، clear ng serve. طيب لحد ما يشتغل المشروع and يعمل compile، اقدر هنا اجي افتح المشروع. طيب هنا انا دا يبني compiling في مكتبة جدا رائعة اللي هو at tech diaries هيتشي ngx minus qr code، هذا الاسم تحتاج. اوكي شوف للتايب سكريبت ts وين موجودة، في الباكج مانجر npm، موقع npmjs.com، فممكن استخدامها لتوليد الـ QR كود. فاللي حتى انصب اني، طبعا هاي موجوده هنا للـ NPM انستول، تقدر تقول له منها كوبي او تعمل كليك وهو يسوي كوبي لها. اوكي يعني تقدر تضغط عليه او منها تقول له كليك. فنجي نشوف المشروع صار كومبايل. اذا نجي هنا لاحظ فتح له مشروع جديد، نوقف هذا المشروع ونجي نعمل بيست للـ NPM، المكتبة اللي احنا محتاجينها. هذا راح ينزله بالمشروع مالتنا. وين راح ينزله؟ في ال NPM Node Module، تمام. جميل جدا نصبها. فنيجي مرة اخرى نقول NG Serve ونجي على الكودينج. طيب هو هذا جزء مهم جدا، تركيز. اول شغله نجي على الاب ماجول. في الاب ماجول لازم ننادي على هاي المكتبه، بما انه مكتبه خارجيه اذا في الامبورت. هنا بروفايدرز منو السيرفيسز اللي تصنعها. اوكي خذها قاعده، بروفايدرز السيرفيسز، الامبورت هي المكاتب الخارجيه اللي نصبها. فنحتاج ان جي اكس، هذا لاحظ NGX QR Code Module، فراح يعمل لك import بداخلها. هذه أول خطوة أنت تعملها. خطوة رقم اثنين، تروح للكومبوننت اللي تريده، شوف وين أنت تريد تستخدمه. يعني على سبيل المثال عنده مجموعة أشياء هنا، شوف هو يقول لك مثلا أول شيء تيجي تعرف هنا، بعدين أنت وين تريد تستخدمه. طبعا هذا بالجزء HTML مالته، هذا جزء TS مالته. أوكي بهذه الصورة تجي تحدد مثلا التايتل او النيم، الاليمنت يو ار ال اذا كان عندك مثلا رابط، الفاليو على سبيل المثال. اوكي فنجي هنا عندنا التايتل موجود، اليمنت مثلا نعمل متغير اسمه اليمنت تايب. اوكي يساوي لنا هنا منطي له اليمنت تايب. اوكي element type، وهنا مثلا تنطي خلينا نقول ال URL إله، and نقدر نقول هنا www.codeforiraq.org، تمام. وعندك على سبيل المثال ال correction level، correction level نسبة التصحيح ngx هذا element type، هذا correction level، نقدر نقول له high correction level عفوا. and حتى هنا بالelement type تقدر تنطي له ngx element type dot
مثلا URL، العنصر الموجود في ال HTML راح نجي له شوية بعد، يكون خلينا نقول URL، يعني نوع العنصر الموجود في داخل هذا ال HTML هو URL وليس تكست عادية. وراح تجي تضيف له الفاليو، مثلا تقول له www.codeforiraq.org، هذا هو الفاليو اللي لازم يحولها الى شنو، الى QR كود. يبقى لنا ال HTML. في ال HTML هذا كله select all، انزل للأسفل، تمام، save، فراح يختفي كل شيء هنا. زين، هذا هو جزء ال HTML اللي يقول لك لازم تستخدم هذا التاج. فأجي هنا أنا مثلا أقول خلي نضيف له bootstrap، صح، هذا طبعا ال get start download and copy، هذا لازم حفظته بعد، and copy زين. ونجي هنا لل HTML مثلا container، ويكون بيها H2 hello أو QR code generator، حلو، تعمل لك container آخر و طبعا رجعت من الشغل تعبان جدا، شوف ساعة 7:30 وبعدني ما متغدي، راح اخلص هاي الفيديو واروح اتغدى. تيجي على ال content image كي، فانت تريد تعرض على سبيل المثال الصورة، بس هنا ما راح تحتاجه، ليش؟ لان هذا التاج هو اللي راح يولد لك الصورة. فتيجي تضيفه بالكونتينر هنا، شوف هنا عندك ال ngx qr code minus qr code، هنا أنا الـ element type هذا منين راح يجيبه؟ راح يجيبه منها الـ element type اللي انت عرفته. فنوع العنصر اللي راح تولده هنا هو URL، احنا اخذنا بعد اوكي لاحظ دوت canvas، تريد صورة، تريد URL، شنو تريد النوع مالته، يعني هاي اللي حاطه هنا الفاليو شنو هو. and الثانية هي الفاليو، اوكي، وهذا هو الفاليو عرفنا. الثالثة CSS، إذا عندك CSS تريد تضيف له، أوكي. And الرابعة هو شنو؟ ال Error Correction عفوا. وهنا أنا كاتب لك L، تقدر تأخذ هذا كوبي وتضيفه هنا أنا. أوكي، تلاحظ هذا style.css اللي هو موجود بالسورس نفسه. فتقدر هنا أنا تعمل لك مثلا، هو مو يريد هذا اي كلاس، تقدر تعمل لك طبعا تقدر تغير اسمه تسميه بالشيء اللي انت تريده. فهذا كلاس قبل دوت لازم تفتحه، على سبيل المثال نقدر نعطي له display يكون flex و align items مثلا يكون center justify content، طبعا انا شرح دورة ال CSS اذا ما تعرف CSS، and filter مثلا ننطي drop shadow 8px and sorry ما يحتاج الى، تمام، خلنا نعطي له هاشتاج خمسة ستة، اوكي، سو هذا الكلر مالته، تمام، بهذه الصورة. and ممكن تنطي له opacity for example 0.9 على سبيل المثال. طيب نجي لل HTML correction level، هذا احذفه، تمام، فصار عندنا هذولا كامل. لو نجي هنا نلاحظ، لاحظ QR code generated، فولد عندك انت QR code، جميل، وتقدر تعمل له تيست. في شيء اخر، شوف تقدر تعمل له real time،
يعني إذا كان عندك داتا مثلا، أو تقدر تعمل ريال تايم مثلا فورمز ماجل، أكيد عرفت الفكرة. شو راح نسوي؟ هنا عندنا الفاليو، تمام؟ فنحاول نعدل على الفاليو. شلون نعدل على الفاليو؟ عن طريق ال ng model. فإذا أجيت هنا وعملت لي مثلا div container ويكون بيها input، ويكون هذا ال input ng model منو value، صح؟ لان احنا نريد نغير هذا، فنذكر اسمه هنا أنا. تمام، هذا ال input فراح يولد له هنا. شوف، لاحظ رأس طلع لي code for Iraq. جميل. لو اجي اكتب مثلا، لاحظ شون دي يتغير مع الكتابة، محمد عيسى حميد، تلاحظ الآن هذا صار القيمة اللي يحملها محمد عيسى حميد. perfect. فتقدر تستخدم الـ QR code generator أيضا في داخل الـ Angular أو بالمشروع مالتك بالأخير. هنوقف هنا، نكمل الدرس القادم. مع السلامة.